غريبة تحمل مفاجآت في جعبتها. خارج الحسابات السياسية والأمنية، انتفضت الضفة الغربية من جنين إلى نابلس إلى مدن أخرى. تمددت شرارة المقاومة، ففاجأت وأربكت، وبدا أن سنوات من فرض واقع لضفة أخرى قد تبددت. صافرات الإنذار تدوي في مخيم جنين، مشهد يتكرر مع كل اشتباه بتسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى داخل المخيم. عناصر المقاومة ينتشرون في كل مكان. العين هنا على كتيبة جنين، الاسم الأبرز بين التشكيلات المسلحة للمقاومة. في هذا التحقيق يدخل ما خفي أعظم إلى كواليس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ويواكب بعضاً من نشاطاتها التي تتم في ظروف أمنية معقدة. في هذه اللقطات الحصرية يظهر عناصر من كتيبة جنين أثناء تدريبات الرماية ومحاكاة لسيناريوهات اشتباك مختلفة. لقطات حديثة تعكس التطور الذي مرت به الكتيبة بعد أن بدأت بأفراد معدودين وإمكانات محدودة. هذه المسيرة التي قادها القائد في سرايا القدس جميل العموري مع نهاية معركة سيف القدس في مايو أيار عام 2021 كانت إذاناً وإعلاناً أولياً لتشكيل ما بات يعرف اليوم بكتيبة جنين. عندنا في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين وريفها ومخيمها الصامت، نؤكد على وقوفنا معكم في هذه الانتفاضة المباركة، نؤكد للجميع بأننا كلنا سيود دفاع القدس وفلسطين، ومهما بلغ الإجرام هذا محتاج من قتل وهدم، ونقول له أننا هنا بقونا صامدون وزوالكم قريب بإذن الله. ندعوكم أبناء شعبنا للاشتباك مع هذا المحتال. تمكننا في هذا التحقيق من مقابلة أحد قادة ومؤسسي الكتيبة الذين رافقوا جميل العموري في مسيرة التأسيس. بداية كان الشهيد جميل العموري أول المؤسسين المطاردين، كان وحده موجود بالشارع، فكان يجي على الشباب بكلهم بالله عليكم اطلقوا النار، كان وحيد بمعنى الكلمة. فالتموا عليه عدة شبان بالمخيم، أصبح عددهم لا يتجاوز عدد الأصابع في اليد الواحدة، فبدأوا باستهداف تجمعات لجنود الاحتلال ونقاط التماس في المناطق القريبة من مدينة جنين. عند معركة سيف القدس كان عدد الشباب تقريبا 7 شباب مع ثامنهم جميل العموري. فعند معركة سيف القدس فتحت بداية بلشت الكتيبة زي ما تقول تطلع على الشارع بزيادة، بلش ظهورها. فمن عند معركة سيف القدس لحد اليوم ما انتهتش. لم تتأخر إسرائيل باستهداف العموري. فجر 10 من حزيران يونيو عام 2021 اغتالت قوة خاصة إسرائيلية جميل العموري داخل جنين إلى جانب 2 من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني. عندما استشهد الشهيد القائد جميل العموري استشهاده أثر كثير بالشباب وبالشارع، فقصته أنه كان بداية وحيد لحاله وتجمع الشبان إله أثرت كثير على الشباب بالضفة الغربية بشكل عام. فمن هون بلشت القصة وبلشت الحكاية زي ما بيقولوها، وبلشت الشباب واحد تلو الآخر، كل شهيد بيستشهد يطلع بداله 10،
فمن هون بدأ تأسيس كتيبة جنين. الجهاد الإسلامي نتانيت التونشامة. الجهاد الإسلامي هو من تحكم بالإيقاع منذ سنوات هناك، وفي مركز المخيم بدأت تظهر ملامح ما يشبه كتيبة، وهذه ليست كتيبة، إنهم عشرات المسلحين المنضوين تحت مجموعات صغيرة. لهذا على إسرائيل أن تحارب هذه الحركة دون هوادة، فمن يحاول قتلك اسبقه واقتله. من يعيش على الدم لا يمكن تركه في المحيط يتحرك بحرية. بالفعل منذ الإعلان عن كتيبة جنين قامت إسرائيل باستهداف ممنهج لقيادات الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وصلت ذروة التصعيد مع حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أغسطس آب عام 2022، واستمرت زهاء 3 أيام. كان هدفها الأول ضرب قيادة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج، استهداف ما زال مستمراً وبوسائل مختلفة. خلال هذا التحقيق تكشف سرايا القدس لما خفي أعظم عن إفشالها مخططاً لاختراق صفوفها من قبل المخابرات الإسرائيلية وتوجيهها لضربة أمنية مضادة. بدنا نحافظ على اتصال هاليومين لأن الموضوع قرب إن شاء الله. في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعد سلسلة ترتيبات معقدة وصلت للقاء أحد أبرز وأهم المطلوبين لإسرائيل، القائد العسكري الأول في حركة الجهاد الإسلامي والرجل النادر في ظهوره إعلامياً، والذي تتهمه إسرائيل بإدارة وقيادة عمليات سرايا القدس في الضفة الغربية وقطاع غزة. أكرم العجوري، الشخصية التي سعت إسرائيل خلفها طويلاً، يقود الرجل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. في هذه الصور الحصرية يظهر العجوري مع عدد من قادة السرايا الذين اغتالتهم إسرائيل، وأبرزهم بهاء أبو العطا وتيسير الجعبري وخالد منصور. اليوم عيون إسرائيل تلاحق العجوري الذي تحمله المسؤولية عن تطور كتيبة جنين وتمددها. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 تعرض العجوري لمحاولة اغتيال إسرائيلية فاشلة استهدفته في العاصمة السورية دمشق. سيد أكرم العجوري، أنت على رأس المطلوبين لإسرائيل في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقد نجوت من عملية اغتيال استشهد فيها أحد أبنائك. هل هذه العمليات من الاستهداف ما زالت مستمرة؟ شوف، العدو أصلاً بطبيعته هو هيك، هو عدو غادر وعدو، يعني إحنا لا نتوقع منه خلاف ذلك. وإحنا عندما اخترنا هذا الطريق نعرف ما سبقنا كانوا أفضل منا في الأداء وأفضل منا في التأثير، وتم اغتيالهم واستشهدوا. بالنسبة لي يعني أصلاً حسابات كثيرة في حياتي أنا ملغية أساساً. بالنسبة لعملية الاغتيال، أنا تقديري هو العدو أكيد حصل على معلومات ساعدته، وأنا أعتقد كمان في هناك طرف آخر ساعدوا، مساعدة كانت مهمة جداً، ولن نذكر هذا الطرف الآخر. جهاز أمني تابع للدولة؟ لن أتحدث في هذه المسألة، أنت عارف كل اللي بتحسس. فهو أنا تقديره هو بس بهذا الرسالة أقول إنه نحن نعلم جيداً من وراء هذا، لكن كل حدث حديثه. وكانت هذا الدخول هذا الطرف كان حاسماً في تحديد مكانكم والوصول لكم؟ نجزم إنه في طرف آخر ساعده في اللحظات الأخيرة بالنسبة قبل محاولة اغتيالي بساعات. هو أكيد مشخص المكان عبر الاتصالات، لكن هو كان بهمه يحدد الساعة والوقت بدقة الذي أكون فيه متواجد بالمنزل. يعني كان هذا مهم جدا لدي إنه أنا موجود، أكون من الشام، هذا في سوريا، يعني سوريا الشقيقة حولها دائما سوريا، وفي بيتي، لأنه أنا كنت أتنقل كثير يعني دائما مسافر، فكان يهمه أن يحدد مكاني وساعة تواجدي في البيت، وبالفعل تم تحديد ذلك.
إسرائيليا أنت المتهم كقائد عسكري أول لسرايا القدس بإدارة كتيبة جنين وتوجيهها، كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس. ما حدث في جنين الآن هو شيء، هو تراكم طبيعي لتاريخ جنين، تاريخ مخيم جنين، تاريخ. هذا هو مخيم جنين الآن بعد 20 عام يظهر له بأبطاله، شجاعة أهله، تماسكهم، سجامهم الاجتماعي. كل بيت في جنين، يكاد أن نقول كل بيت في شهيد وأسير. فما يظهر في جنين هذا من صورة شيء غير مستغرب، هو تاريخ من البطولات تتراكم. فمهمتنا وتكليفنا أن نتابع هذا الظاهر ونستمر في متابعته. رغم الاستهداف والاغتيالات، مرت كتيبة جنين بمراحل معقدة من التطوير. في هذه اللقطات الحصرية يظهر عناصر من الكتيبة أثناء إعدادهم لعبوات ناسفة وقنابل محلية بأساليب بدائية، استعداداً لصد أي اجتياح إسرائيلي محتمل للمخيم. كما يظهر هنا عناصر من كتيبة جنين يقومون بتجارب ناجحة لعملية تفجير لعبوات تم تصنيعها حديثاً. لاحقاً تم استخدام إحدى هذه العبوات في تفجير استهدف رتلاً عسكرياً إسرائيلياً خلال العملية التي قام بها جيش الاحتلال غرب جنين قبل أيام من بث هذا التحقيق. طبعاً كتيبة جنين متكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى وحدة الرصد والمتابعة، وهذه الوحدة التي تقوم برصد تحركات العدو من مخصوم الجلم أو مخصوم سالم أو أي طريق يدخلون إلينا منها، كل الطرق تحت وحدة الرصد والمتابعة أو على نقاط الحواجز. والوحدة الثانية وحدة المتفجرات، والتي تقوم بتصنيع العبوات المحلية الصنوع لمقارعة هذا العدو. والوحدة الثالثة وحدة المواجهة والاشتباك. هل بنيت كتيبة جنين هي بنية صلبة تنظيمياً عسكرياً بالنظر إلى ما تعرضت له من عمليات اغتيال واستهداف مستمر، وأن الظروف أيضاً في الضفة الغربية ليست كالظروف مثلاً في غزة؟ حتماً الكتيبة الآن في طور بناء وتصاعد، وهذا البناء لا يتوقف على الكتيبة. كمان الكتيبة تحتاج إلى روافد، تحتاج إلى كتائب متعددة. نحن الآن بفضل الله لدينا كتائب في نابلس، في جبع، في طوباس، في طول كرم. عدد أفراد الكتيبة، يعني هل الأعداد تتطور؟ يعني نتحدث عن عشرات، عن مئات؟ لا، هو الأعداد أنت تستطيع أن تقول لا، الأعداد ليست أعداد محدودة، هي أعداد كبيرة. يعني قلنا أعداد بالعشرات، نعم عشرات مجهزة وعلى قدر عالي من أول شيء التجهيز كامل بالسلاح، الخبرة، أصبح لديهم خبرة، وحاضنة هؤلاء قد يصل إلى مئات. لكن الكتلة الصلبة للكتيبة هي أعداد يعني أنا قريبة من 100 أو أكثر بقليل. مئات من الشباب يريدون الالتحاق بصفوف الكتيبة، وأكبر دليل على ذلك أنك تجد قطعة سلاح لشهيد يحملها بعده شخص آخر. لا يوجد لدينا قطعة سلاح لشهيد بقيت بدون رجل يحملها. هناك عمليات لإطلاق النار، وهناك تخوف من وقوع إصابات أو الوقوع في ورطة، وأيضا كما شاهدنا في الأيام الأخيرة عند أي دخول لجنين أو نابلس قد يصاحبه إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، كما شاهدنا للمرة الأولى بعد عملية الفجر الصادق في الصيف الأخير. لذلك إسرائيل تحاول أن تتعامل مع الموضوع بحساسية. كتيبة جنين من الصعب تقدير قوامها، لكن يمكن تقديرهم بمئات المسلحين الذين يتبعون عدة تنظيمات. منذ إعلان بيانها الأول وحتى اليوم اتبعت كتيبة جنين أسلوب الاشتباك المباشر والقريب من القوات الإسرائيلية.
قامت بعدد من عمليات الصد للتوغل الإسرائيلي ومهاجمة حاجز الجلمة العسكري في أكثر من مناسبة، ما شكل إرباكاً لمنطقة ظلت هادئة لسنوات. كان من أهم عمليات الكتيبة عملية حومش، والتي هدفت إلى أسر جنود إسرائيليين، عملية وصفتها إسرائيل بالتغير الخطير وبالفشل الأمني لأجهزتها. عملية حومش كانت عملية خطيرة جداً ومهمة جداً، كان عملية يقصد قادتها اللي هو محمود جرادات وعمر وغيث وعدد من أبناء الجهاد، كان الهدف منها قتل وأسر. هم قتل ومعدي يعني عاملين حسابهم جيدا للأسر، لأنه تعرف قضية الأسرى قضية من أهم قضايانا إحنا اللي إحنا يعني نهتم بها، بنعتبرها قضية مصرية، قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، ولا نترك أسرانا. نجحت العملية في التنفيذ، قتل مستوطن بحقامه وعدد أصيبه بالسيارة، كان متوقع السيارة تتوقف مع بسبب إطلاق النار، لكن السائق باين أنه أصيب أو نجا يعني، واستمر بالسير بالسيارة فابتعد عن المكان وانسحبوا الأخوة. أستاذ منير، ما تشهده الضفة الغربية استراتيجيا ما هي تأثيراته؟ ما يحدث في الضفة الغربية شيء لم يسبق له مثيل، وهو فريد من نوعه. يعني الآن إذا كنت تتحدث أو تستعيد الانتفاضات الأولى والثانية والمظاهر، تفاجأ أنه أنت تواجه شيء ما سبق أنه حدث في خاص في الضفة الغربية، خصوصاً أنه الضفة الغربية انشغل عليها كثير أن تنام وما تكون في مستوى المقاومة واللي عم بتصير الآن في الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد من ناحية استراتيجية أبعاده كثيرة ومهمة جدا أنه نضج الظروف في موازين القوى من هذا الجانب ومن هذا الجانب، تسمح لأفراد أنه يقدموا، وعارفين أنهم بدهم يستشهدوا، بس عارفين أنه هم رح يحققوا إنجاز ضد العدو. وفعلا بكل المعارك اللي صارت العدو كان خسران فيها وشهداء ربحانين فيها. الفصائل يعني ساعدت ب يعني في وحدة، يعني بالميدان فيش فرق بين هذا بين جهاد إسلامي، هذا بين كتائب القسام، هذا بين كتائب شهداء الأقصى، فيش فرق. في الميدان كلنا إخوة، يعني سلاحنا لما بده يتوجه بتوجه بالنهايه لعدو واحد، فما نفرقش. فعشان هيك بتساعد، يعني انت بتلاقي بهذا الشارع من بتلاقي من كل الفصائل موجوده فيه، فيش عندنا تقسيم بالميدان بين هاي الوحده وهاي بين هاي الفصيل وهذا الفصيل، خلص بالميدان في وحده وطنيه، بالنهايه احنا اولاد شعب واحد، فمنقاتل كشخص واحد. كاشر بمخنا بليتين بجنين יש פחות. في مخيم جنين توجد أهمية قليلة لانتمائك التنظيمي، سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو كتائب شهداء الأقصى، في حين الأهمية الأكبر للمكان. مخيم جنين للاجئين يعتبر رمزا للمقاومة منذ الانتفاضة الثانية، ورمزا للمكان الذي لا يستسلم ويستمر في النزال. وبالطبع مع أي دخول إسرائيلي تحصل عملية مقاومة وتصد وإطلاق نار. عودة نتنياهو إلى الحكم، كيف سيؤثر على هذا المشهد المتصاعد في الضفة وأيضا على مستقبل كتيبة جنين مثلا؟ لأنه نتنياهو وفريقه الحكومي والسياسي توعد بوأد ما يجري في الضفة من هذه العمليات العسكرية وهذه النشاطات العسكرية. شوف أخي تالم، نتنياهو مشروعه هو مشروع تطبيع، أولوياته في التطبيع، تطبيع المنطقة، لأنه هو يعتقد هو يعلم تماما أنه جيشه غير قادر على خوض معارك مفتوحة في المنطقة، هو غير قادر عاجز، فبالتالي يعوض ذلك خلال سياسة التطبيع، وهذا أولوية عنده، وهو يعتبر أنه هو اللي يعني هو فتح هذا المجال وهو له دور أساسي. عودة نتنياهو كلهم نفس النسخة، يعني لا جديد لدينا. نتنياهو
ليس أفضل، ليس الذي ما كان قبله أفضل منه، وما سيأتي بعده أفضل منه. هم نسخة واحدة، نتعامل معهم إحنا بجدية، ما هم مطلوب منا نقوم به بغض النظر من يأتي. لديهم مشروعات، لديهم خطط، لديهم من يعاونهم، ونحن نفعل ما هو ما نستطيع أن نفعله باختصار. فبالتالي ليس لدينا يعني قلق من مجيء نتنياهو، هو يعرفنا واحنا نعرفه أساسا. مشاهد المقاومة وتشكيلاتها سرعان ما انتشرت في المدن الأخرى للضفة الغربية، أبرزها مدينة نابلس حيث عرين الأسود. في 9 ديسمبر كانون الأول عام 2022 ظهر مسلحو العرين في عرض عسكري كان بمثابة تحد بعد سلسلة الاستهداف والملاحقة الأمنية لهم. في هذا التحقيق حصلنا على فرصة للقاء قيادات وعناصر من عرين الأسود الذين اتبعوا مؤخراً السرية الشديدة في تحركاتهم وظهورهم. برز اسم العرين بعد عدة عمليات هجومية مباغتة، فعملية الهجوم هذه مثلاً استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة شافي شمرون في نابلس في 11 أكتوبر تشرين الأول عام 2022، تبنتها عرين الأسود وقتل فيها جندي إسرائيلي، وانسحب المهاجمان في السيارة إلى موقعهما بسلام. رغم مرور أكثر من شهرين على وقوعها، ما زالت أجهزة الأمن الإسرائيلية تلاحق منفذي العملية، حيث فشلت أكثر من مرة بالوصول إليهما حتى تاريخ بث هذا التحقيق. מאז אפי מערכת הביטחון ניסתה מספר פעמים לשים עליהם את היד, אך ללא הצלחה. في هذا التحقيق تمكننا من مقابلة أحد منفذي عملية شافي شمرون، حيث يتحدث عن تفاصيلها لأول مرة. كنا مجتمعين أنا والشباب عند وديع الحواح، حكينا شوفوا كيف قطاع المستوطنين بده ينزل ويعربد على الناس وهيك، فخططنا كيف انه بدنا ننزل وكيف بدنا نعمل العمليه ونرجع بكل هدوء وسلام، وركزنا في حالنا صح ومركزنا في حالنا كيف الامور 100% بدها تكون، وقلنا يا الله توكلنا على رب العالمين. صلينا كل واحد اللي بده ينزل صلينا ركعتين لله عز وجل ونزلنا الطريق، والحمد لله رب العالمين. يعني حتى البرج اللي القناص تبع البرج ما اطلقش طلقه واحده من كثر الخوف اللي صار قدام عينه على الاحتلال. وصلنا عادي طبيعي، شفت دوريه الجيش كيف واقفه، فت الشارع كانه هن يعني كيف احكي لك مش شايفيني ولا كانهم عارفين مين اللي قدامهم انا والمجموعه. دخلنا شارع الاسرائيل تبعهم 17، لفينا السياره رجعنا عليهم ولا كانه شيء رب العالمين مخفي بصرهم كامل. مريت قدامهم بالسيارة والمقاتل اللي معنا سحب سلاحه طخ عليهم مخزن كامل، أدى إلى قتيل وأدى إلى عدة إصابات من جميعهم. وتبع البرج واقف طبيعي ويعني مش مسترجي إنه يمسك سلاحه يطخ على السيارة طلقة واحدة، طبعا طول الشارع عندك في كيلو. مطخش طلقة واحدة، لفينا ومشينا على طبيعتنا وروحنا بأمان وسلام الحمد لله رب العالمين، لأنه متكلين أول قبل ما ننزل على الله عز وجل. تظهر هذه اللقطات بدايات خروج عناصر العرين في شوارع البلدة القديمة في نابلس قبل أن يبرز اسم عرين الأسود إعلامياً بعد استشهاد 3 من مقاومي نابلس في عملية اغتيال إسرائيلية في 8 شباط فبراير عام 2022. هذه الغرفة داخل بيت الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين شهدت بدايات التشكيل للمجموعة. في هذا التحقيق قابلنا الرجل الذي يقود مجموعة عرين الأسود اليوم. بدأت باغتيال شهداء نابلس أقمار نابلس محمد الدخيل أبو الرائد وأدهم مبروك الشيشاني وأشرف المبصلات رحمة الله عليهم. من هون بدأت العرين فكرتها، بلشت تشكل حالها وتقوي حالها وتعد بحالها لمواجهة هذا الكيان الصهيوني
إلى زوال بإذن الله. إحنا كلنا كنا أصحاب أولاد بلدة واحدة، نعرف بعض من قبل، يعني إنه نكون عارين أو تكون فكرة العارين، ويعني اللي بتعاهد بالعارين إنه لما يفوت على عارين الأسود لازم يكون ماشي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يتلقى من أي حزب أي تعليمات. العارين طلع من الشعب من بلدة القديمة، وعمل عمليات نوعية بإصابة ضابط من نبي يوسف القائد لواء الشمال، وإصابة اثنين مستوطنين. العملية هاي اللي قام فيها محمد العزيزي أبو صالح ورفاقه، منهم الأسد رحمة الله عليه عبود صبح أسد الاشتباكات، عملية شافي شمرون بقيادة وديع الحواح رحمة الله عليه. عرين الأسود بحسب ما أطلقوا على أنفسهم يشكلون قوة أصغر من الجماعات التي تحدثنا عنها في جنين. الفارق الكبير أن هذا الأمر يدل على انتشار الموجة الحالية من الإرهاب والتصعيد من جنين جنوباً إلى مركز شمال الضفة الغربية. نابلس كمدينة تختلف، فهي أغنى من جنين ومتطورة بفارق ملفت عنها بمقارنة حجم المدينة وأهميتها. بدأنا نرى نوعا من التنظيم أكثر مما شهدناه مقارنة بجنين. التوجه بعمليات نحو الغرب لداخل إسرائيل وإطلاق النار باتجاه الشوارع الرئيسية والمستوطنين والجنود والمواقع العسكرية وعلى أي شيء يتحرك، إنهم يدخلون بهذا عاملا جديدا بصورة بارزة ألا وهو الوعي. فهذه المجموعة تستغل معرفتها بالشبكات الاجتماعية، تصور فيديوهات للتيك توك وتعطي مقابلات قبل شن عمليات وبعد العودة منها وحتى في خضمها. خلانا ندخل هاي الطريق أول إشي إني حضرت الانتفاضة الثانية من أنا كنت صغير، أطلع على شو بيعملوه بأبناء شعبنا، أفوت البلدة القديمة، أنا كنت دار سيدي هون موجودين، أفوت أطلع الجيش كيف بفوت، كيف بقتل بالناس، يعني كيف بيعمل عملياته بالناس، كيف بهدم بيوتهم فوق رؤوسهم. بالنسبة إلى عرين الأسود، نعم، ما يجري بهذا التشكيل الذي جرى، هل هو امتداد طبيعي لما يجري في حالة الضفة الغربية؟ هل هناك تنسيق مباشر بين هذه الكتائب؟ كان في تعاون كبير بين كتيبة نابلس وبين الأخ الشهيد القائد الشهيد إبراهيم النابلسي والشيشاني من قبله، وأعتقد نموذج وحدة العرين الأسود كنموذج كان ناجح لهذا السبب. إحنا ليس لنا، ما عندنا برنامج احتواء أو ما في هذا البرنامج مطلقا في تفكيرنا، حتى إحنا ننظر للمقاتلين كلهم سواسية، ما في فرق، لا نفرق بين القسامي، شهداء أقصى، جبهة شعبية، هذا في العمل الوطني والمقاومة، هذا هذه بس اعتبارات يجب أن تخرج من حساباتنا. في وجه تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، شنت إسرائيل حملة من الاغتيالات الممنهجة، طالت قيادات في كل من العرين وكتيبة جنين. عمليات اغتيال تمت بشكل مباشر ونفذتها قوات خاصة، وأخرى كانت بتكتيك جديد، حيث تم اغتيال تامر الكيلاني أحد قادة العرين بدراجة مفخخة. للمرة الأولى منذ 20 عاماً منذ الانتفاضة الثانية تقوم إسرائيل باستهداف مباشر ضد أحد نشطاء عرين الأسود في نابلس بعد وضع دراجة نارية مفخخة، حيث مر الهدف من جانبها وكان هناك من شغل العبوة وفجرت بالهدف وقضت عليه. الشعور في المؤسسة الأمنية أن طريقة الاغتيالات هي طريقة ناجعة وتزرع الخوف في الجانب الآخر وتظهره بمظهر المخترق من الناحية الاستخبارية، لكنها لا تحل المشكلة، لأنه بعد هذا الاغتيال ما زالت عرين الأسود مستمرة وفكرتها موجودة، وكذلك الماركة المدعوة عرين الأسود. فالتخوف من أن الاغتيال ضد أي من المخربين يزيد من رصيد أو سمعة عرين الأسود.
مرينا بضربة قاسية، هي ضربة الشهيد القائد الميداني تامر الكيلاني باغتياله عن طريق دراجة نارية، واغتيال المؤسس الشهيد محمد العزيزي، واغتيال القائد العام مديع الحوح. ولكن العرين بإذن الله باقي ومستمر، وإن شاء الله في 100 أب صالح و100 وديع و100 تامر بإذن الله تعالى. شوف عشرات الالاف من الشباب وراء جنازة مثلا ابراهيم النابلسي، شوف المفروض تقول انه في العشرات والمئات والالاف بدهم يكملوا الطريق. هذا بدك تقرأه لما تشوف عشرات الالاف من الجماهير، وبالتالي لاول مره عمل مسلح يكون محتضنا من الشعب بمثل هذه الصوره. يعني تصور حتى وصف انه هاي عمليات فرديه اللي بتصير، اللي سبقت شوي ظاهره جنين وظاهره نابلس، شوف الاحتضان الشعبي لها، كيف بنسميها فرديه والى هذا الاحتضان الشعبي. ولذلك انا بعتبرها التعبير عن اراده شعبيه اكثر منها اراده فرديه. في ظل فشلها في تطويق تصاعد وتمدد مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية والاحتضان الشعبي لها، عولت إسرائيل على تنسيقها الأمني مع السلطة الفلسطينية سعياً لاحتواء المشهد. يوجد عامل آخر ألا وهو السلطة الفلسطينية التي فقدت السيطرة في جنين منذ وقت طويل، وفي حال خسرت السلطة الفلسطينية نابلس فستفقد السيطرة على أماكن أخرى وبوتيرة سريعة مقارنة مع ما شاهدناه حتى اليوم. ففي نابلس لديك أجهزة أمنية تتبع للسلطة والتي تنسق أمنياً مع إسرائيل. شاهدنا في المقابل مساراً آخر وهو محاولة التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإبلاغهم أن انظروا نتيجة عدم قيامكم بعملكم، ما أدى لنشوء مثل هذه الظواهر في شمال الضفة الغربية. في نابلس وجنين رفعوا رؤوسهم ونفذوا عشرات العمليات، وصلت حد 3 أو 4 عمليات في اليوم الواحد، وتحولت لوجع رأس حقيقي. وفي مقابل الاقتحامات التي بادرت إليها إسرائيل، كانت هناك توجهات من إسرائيل لأبو مازن ولماجد فرج بضرورة العمل ضد عرين الأسود، لأنه في حال لم تقوموا بذلك سنقوم نحن بهذا. شهدت نابلس صدامات عنيفة بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومحتجين غاضبين على اعتقال السلطة الفلسطينية، أحد النشطاء البارزين في عرين الأسود مصعب شتية، القيادية في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. تفاجأنا بخبر إعداد كمين محكم للمطارد العنيد مصعب شتية، وحيث وتكذيبا للإشاعات التي تقول أن مصعب قد سلم نفسه، فإن مصعب قد سحب السلاح على القوة ظن منهم بأنهم قوات خاصة إسرائيلية، وعند تأكده أنهم أبناء جلدته ومن أبناء الأجهزة الأمنية لم يقاومهم، وقد كان قادرا مستحكما ولو أطلق النار عليهم لفر منهم، ولكنه عاهد الله وتعاهدنا بكتاب الله ألا يمتد سلاحنا لأي كان جلدتنا لذلك. بررت السلطة الفلسطينية اعتقال شتية بأنه محاولة لحمايته من الاغتيال الإسرائيلي. في هذا التحقيق حصل ما خفي أعظم على هذه الرسالة الحصرية المسربة حديثاً، بخط مصعب شتية المعتقل لدى أجهزة الأمن الفلسطينية منذ قرابة 4 أشهر. عبر فيها مصعب عن ألم فقدانه لرفاق دربه وهو في السجن، وآخرهم الشهيد تامر النشرة من جنين. لكن ما ألمه أكثر بحسب ما قال في رسالته أنه عرف بخبر اغتيال رفيق دربه في عرين الأسود وديع الحوح بعد 4 أيام من الحدث. اشتكى مصعب ظروف اعتقاله قائلاً: إن القلم يعجز عن وصف الحال والمعاناة في هذه المحنة، فزنازين ذوي القربى وما كان فيها من تحقيق من جهة، وألم فقد الأحبة من جهة أخرى، والمرض الذي استجد على حالتي من جهة ثالثة. في ختام رسالته يقول مصعب شتية
لا أعلم إذا كانت رسالتي هذه ستصل إليكم أم أنها ستبقى حبيسة الجدران. كل الذي أعلمه أنني مؤمن بنصر الله وفرجه القريب، آملاً أن يبقى مطلبكم بالإفراج عني بأسرع وقت ذا أولوية. مصعب هو أسد من أسود العرين. نحن نطالب إخوتنا في الأجهزة الأمنية بالإفراج عن مصعب الفوري، ويا ريت يعني إنهم يبطلوا اعتقال في أفراد وأسود العرين. نحن لا نريد صدام، قلناها من قبل ونقوله الآن، نحن لا نريد صدام مع إخوتنا في الأجهزة الأمنية. نحن وصلتنا موجهة فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي. سريعا تم تطويق مشهد الصدام بين الأجهزة الأمنية والمحتجين في نابلس، لكن معطى جديدا برز على الساحة، عروض لتسوية أوضاع المقاومين عبر تسليم سلاحهم مقابل الحفاظ على حياتهم. في الحقيقة سمحت إسرائيل للسلطة بتولي معالجة الأمر، فلا يوجد لدينا رغبة بمشاهدة اقتتال داخلي بين السلطة الفلسطينية وهذه الجماعات. ضم هذه العناصر لداخل السلطة من شأنه أن يضمن لهم دخلاً ويحقق الهدوء. قابلنا في هذا التحقيق محافظ جنين اللواء أكرم نرجوب، والذي شغل سابقاً محافظ مدينة نابلس، وسألناه عن حقيقة وجود عروض من قبل السلطة الفلسطينية للمقاومين بتسوية أوضاعهم. أنا لا يوجد لدي معلومات ماذا حصل في نابلس، أحكي لك بصراحة، ولكن في جنين إحنا بنبذل جهد وفي الميدان يبذل جهد من أجل أن يتم الحفاظ على أرواح كل أبناء شعبنا الفلسطيني بما فيهم الذي تطاردهم قوات الاحتلال. هسا شكله ولونه وآلياته بالتأكيد لن أناقشها معك عبر تقرير مثل هذا التقرير. يكشف مقاتلو عرين الأسود الذين قابلناهم في هذا التحقيق عن تفاصيل العروض التي قدمت إليهم. في حكي عن تفكيك العرين وعن عروضات لتسليم أنفسنا للأجهزة الأمنية، ولكن هذا خيار شخصي لكل شخص يريد أن يسلم نفسه وحر أنه يسلم نفسه، ولكن هناك بدل اللي بيسلم نفسه 10 يدخلوا على العرين وينزلوا مع العرين، وفي جنود مجهولين بالأرض. أنا كمقاتل موقفي واضح وصريح، لن أسلم نفسي. عرض علي شراء البارودة، يعطوك يعني بدالها سيارة، دفعة شقة، تفريغ في الأجهزة الأمنية. هذه العروض اللي بعرضوها عليك. عرض علي أسلم نفسي، عرض علي إني أخذ شقة كاملة بدون ما لسه في ناس عرض عليهم إنه أقساط. أنا عرض علي إني أخذ شقة كاملة، أخذ سيارة بهدف إني بس إني أسلم حالي. وغايتهم إنه كيف أحكي لك إنه أمان على حياتي. طبعا الحمد لله رب العالمين، قبل ما أدخل هاي الطريق كان وضعي المادي ممتاز جدا ومش محتاج حدا يمد معي إشي، يعني إنه قدر المادي ممتاز. مش مستعد، لو بدي اتراجع ما فتها من الاساس، بس انا ماشي جاهد في سبيل رب العالمين. شهدنا في نابلس مؤخرا مثلا عدد من التسويات مع افراد من عرين الاسود. هل تعرض افراد كتيبه جنين التابعه لسرايا القدس لعروض بتسويات بإلقاء السلاح مقابل حمايتهم من قبل السلطه الفلسطينيه؟ جنين وضعها مختلف عن نابلس. جنين وضع في مخيم متماسك، في انسجام كبير بين حالة اللي هو فتح شهداء الأقصى وبين الجهاد الإسلامي سرايا القدس، وهذا ممكن يشكل يعني نوع من الكابح أو الرادع لسلوك السلطة ألا تتوغل مثل نابلس في جنين. كيف تنظر إلى ما يجري في نابلس حاليا من تسويات مع أفراد عرين الأسود مثلا من قبل السلطة الفلسطينية؟ يعني أنا متأكد أول شيء هذا عمل مخزي ومرفوض ومستنكر، وهذا ضد فتح وضد المقاومة، وبالتالي أنا متأكد أنه هذا حيفشل. يعني إذا استطاع أن يعني يستغل ثلاثة أربعة يعني إما أغريوا أما ضغط عليهم إلى آخره، لكن الظاهرة مستمرة وقوية وراح تظل مستمرة بدليل موقف الشعب. أنا كمان اللي يعني ملفت نظري في تقدير الموقف هو الموقف الشعبي،
طيب هلا بتنزل المظاهرة، يجي هلا يستشهد واحد جديد في نابلس، حتشوف الشوارع حتى تمتلئ مرة تانية وحتى يصير في شغل تمام. ولذلك أنا برأيي هذا عمل لازم يفشل ويفشل. المؤسسة الأمنية ملتزمة بالمعنى أنها إن تلقت قرارا على مواجهة الاحتلال ستواجه، ولكن لا، هذا أمر معقد وليس من السهل أن بجرة قلم أنه يجي واحد أو تحريض على الفيسبوك يقول لك والله يلا هبوا يا أبناء المؤسسة الأمنية. هذا كمان في أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وأرواح أبناء المؤسسة الأمنية، لن نعرضهم للخطر مشان أرض فلان أو أرض علان أو هذا التنظيم أو ذاك التنظيم. سألت إلى السلطة أنه خلاص كفى، يعني هذا العدو مجرب ولا داعي، يعني مجرب، وأنه هم وصلوا لهذه القناعة. لكن أحيانا ما بعرف أنا حسابات عندهم، قد كيف لهم حسابات لهم ارتباطات، لكن أنا تقديري هذا كله لا يفيد كثير، ويجب أن يبذل جهد كبير في الابتعاد أو حتى يمتنعوا عن أي اعتقال، عن أي مضايق الأخوان المجاهدين، سواء كان باعتقالات سواء كان بمصادرات أسلحة أموال. سارت إلى السلطة أن توقف هذا العمل وفورا، هذا عمل مش مجدي وسينعكس عليها سلبا في المستقبل. نحن نعرف منذ زمن عن وجود القيادات التي تدعم الإرهاب وتضخ الأموال، يوزعون الأموال على كل من يرغب في تنفيذ عملية إرهابية، وعليه فإن الطريقة الوحيدة التي أراها هو عدم رؤية هؤلاء الأشخاص كبشر يعيشون مثلنا على وجه الأرض. لا تعزل إسرائيل ما يجري في الضفة الغربية عن غزة والتطورات خارج الحدود، كما أنها لا تخفي سعيها الحثيث لاستهداف قادة المقاومة واغتيالهم في أي مكان تطاله أيديها. خلال لقائنا مع قائد سرايا القدس أكرم العجوري في لبنان، كان لافتاً التدابير الأمنية التي تحيط بالرجل في ظل معلومات يكشفها العجوري عن تفاصيل محاولات إسرائيل لاستهدافه. حاول العدو أكثر من محاولة، اعتقدنا فيها أفراد واعتقلوا، ولا أعرف في منهم. كانت هنا في بيروت أم في دمشق؟ لا، كل معظمها كانت في دمشق، بس في أحد العملاء لبناني هو جاء من بيروت إلى دمشق وتم اعتقاله. في عميل آخر من غزة كان جاء إلى سوريا وتم كشفه واعتقاله. في محاولات، أنا تقديري هذه الواحد لا يفصح عنها كثيرا، هي محاولات لقتل الناعم. هذا نحن نعرف من حاول، ولكن ربما العدو لا يعرف إلا نحن نعرف، لكن ربنا كتب لنا النجاة. عملية أمنية نفذها جهاز أمن سرايا القدس يكشف عن تفاصيلها لأول مرة، حيث تمكن الجهاز الأمني لسرايا القدس من زرع عميل مزدوج للعمل مع جهاز الشباك الإسرائيلي، وهو المجند 106 من قطاع غزة. أشهر من العمل السري والخفي، طلب بعدها ضباط الشباك مقابلة المجند 106 داخل إسرائيل لتكليفه بمهام حساسة وتدريبه للقيام بها لاختراق السرايا. حول مهمة وتفاصيل إرسال المجند 106 للداخل المحتل، احتاج اتخاذ قرار إرسال المجند 106 لمقابلة ضابط مخابرات العدو وجها لوجه لجهد كبير ودراسة على مستوى قيادة أمن سرايا القدس، نظراً لما يحيط بهذه المهمة من مخاطر. هذه الصور الحصرية توثق لحظات عبور المجند 106 للقاء الضباط الإسرائيليين عند نقطة حدودية تم تحديدها مسبقاً من قبل الشباك الإسرائيلي. قبل ما تطلع من بين الدور بتتصل فيه بتحكي معه كلمتين وبتخليك جيبتك فاتح.
100%. انت علي؟ تمام يا عم. لانك توصل لاخر نقطة تشوف لك شجرة، تشوف لك اشي قبل 10 متر اشي زي هيك. تمام. تنزل كيف انت بتقعد تجنبز، المهم انك تكون مذري. تمام. كلمتين بتوشوشني، دير بالك ضو التلفون، فاهم علي؟ بتغطي ايديك هيك عبالك وتقول لي عم انا وصلت، بقول لك اتوقع الله خليك انا برجع لك. انا بدي اياك، انا بدي ابني يروح سالم ويروح سالم. بعد ما دخلت الحدود حكى لي خليك معي على الجوال ولا تسكر الخط، وحكى لي خليك ماشي عدل. مشيت حوالي 500 متر ووجهني باتجاه سيارة شبه الباص وطلب مني أطلع فيها، وبعد ما طلعت فيها لقيت فيها كاميرات مثبتة على الجانب. طلب مني أشلح ملابسي كلها والبوت، وحكى لي البس البدلة العسكرية المعلقة جوا الباص ولبس البوت الموجود. بعد ما لبست حكى لي انزل من الباص واجا اجيب عسكري واخذني معاه. مشينا حوالي ربع ساعة ودخلنا منطقة فيها زي كرفان، وبعديها لقيت واحد لابس مدني عرف على نفسه انه هو الضابط ابو علي. وبعد ما تلاقينا بيوم عرفني على الضابط ادم اللي هو ابو خالد، وبعدها تم تدريبي على عملية التصوير من جوال قلاب، وعلى كيف أرسل له صور من غزة وبعد ما أرجع، وخلاني أشوف صور لمجموعة من شباب سرايا القدس وسألني إذا بعرفهم ولا لا. وقد شارك المجند 106 الضابط آدم بجولة داخل الأراضي المحتلة، خاصة مدينة القدس التي تناول فيها وجبة طعام بأحد المطاعم. رغم الاحتياطات التي اتخذها ضباط الشباك الإسرائيلي، نجح المجند 106 في خداعهم والعودة سالماً إلى غزة دون انكشاف أمره. حبيبي أنا مبسوط إنك رجعت بالسلامة وتكونش قلقان، الله يرضى عليك. بكرة بنكون على تواصل، أنا بديش أطول عليك المكالمة عشان تفوت لك حمام. في أمان الله وبنكون على اتصال بكرة المغربية إن شاء الله. يلا الله يحميك والحمد لله على سلامتك. لكن الأهم ما تكشفه سرايا القدس بأن المجند 106 وهو أحد عناصرها قد نجح في تصوير الضابط الإسرائيلي سراً خلال اللقاء الذي جمعه به في أحد مطاعم القدس وكشف هويته الحقيقية. عندما عاد المجند 106 إلى قطاع غزة بعد إنجازه للمهمة ولقائه المباشر مع ضابط مخابرات العدو، حقق مجموعة إنجازات أهمها كشف هوية ضابط مخابرات العدو المعروف بآدم الملقب بأبو خالد، بل وتمكن من تصويره أيضاً. وتم كشف نوايا مخابرات العدو خاصة الضابط آدم تجاه عدد من عناصر وقادة سرايا القدس المستهدفين، الذين عرض ضابط مخابرات العدو آدم صورهم على المجند 106، والأهم الحيلولة دون اغتيال العدو لأحد قادة سرايا القدس الميدانية. كما يكشف الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أن المجند 106 كان ضمن شبكة من المجندين المزدوجين الذين نجحوا في كشف مخططات الشباك الإسرائيلي التي كانت تستهدف اختراق المقاومة واغتيال عدد من قادتها. مرة في شهر أنا بقدر أحكي معك صوت، خلينا نسوي على المزبوط يا غني. وين ساكن؟ أنا بدي أسمع منك وين الدار. هيني رايح شمال. هاي في أكم برج، أي برج منهم؟ هذا قبل لو اللفة ولا بعد؟ في صيدلية هنا. أنت بتحكي البيت السادس ولا البيت الخامس على أي شمال؟ تقريبا بعد 7 بيوت في لفة على شمال كمان. بعده فك في كمان بيت طويل. بعدين كمان عمارة وبعدين لفة عشمال صح؟ هاي طابق آخر طابق، هذا الطابق الخامس ولا السادس؟ وهو بيته لأي اتجاه؟ أوكي، وكل طابق تبعه هذا آخر طابق من العمارة عند السيارة؟ أنا من ناحيتي ما انتهت المهمة لحد ما أنت بتجيب لي بالضبط البيت. تنسيق بين مثلا جهاز الأمن عندنا، وحدة الأمن، وبين الأخوة في القسام وسلطة الأخوة في حماس، تنسيق عالي في الموضوع. هذا موضوع كثير تهديد كبير علينا، يعني في تنسيق عالي في هذا الموضوع، تعاون كبير جدا.
في المعلومات، في المتابعة، في العمل على العملاء المزدوجين، وهذا تحتاج إلى جهاز يقابل جهاز. هذا من أعقد العمليات، أنك تتابع عميل مزدوج. هذه العمليات تحتاج إلى يعني مهارة خاصة وتخصص. أخواننا بالحمد لله نشعر في تطور كبير وفي توثيق لهذه المسائل اللي بيقوموا بها لدينا، وفي نجاحات حقيقة يحققوها. رغم أنه لا حتى الآن يوجد بعض الإخفاقات بتحدث، لأنه أنت أمام كم هائل من مع الأسف ما يقوم به العدو، سواء كان من تجنيد أو من جمع معلومات. التسجيلات الحصرية كشفت عدداً من أسرار عمل المخابرات الإسرائيلية وأساليب تجنيدها، لكن الأهم أنها كشفت أن المقاومة سجلت نقاطاً على الاحتلال في معركة أمنية يعول عليها كثيراً لإضعاف تمدد المقاومة والتنسيق بين جبهاتها. الذي يعجز الإسرائيلي أشياء كثيرة جداً، وبالأخص كمان المسألة معاش مرتبطة بالضفة، اليوم مرتبطة بغزة، مرتبطة بخارج غزة، وهو يعرف ذلك. ما يعد له في المنطقة من محور المقاومة شيء كثير، وما يظهر على لسان قادة المقاومة في من تهديداتهم من استعداداتهم هو شيء متواضع، ما يخبأ له شيء كبير. ويجب أن يعرف أن أي معركة مفتوحة قادمة ستكون لها ما لها من نهاية، من لا أقول ندع ذلك. تتعدد ساحات المواجهة وتتوسع، وتسقط الرهانات الأمنية والمسارات السياسية، ليعود خيار المقاومة مجدداً فارضاً حضوره وفعاليته أمام تطرف إسرائيلي سياسي وشعبي غير مسبوق. فبرزت الضفة الغربية بأسماء كتائبها وأفعال مقاوميها لتطوي صفحة وتفتح أخرى، وما خفي أعظم.